السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز ارسم كيرف، هقول له عايز ارسم موديل لاين وابدا ارسم الكيرف بتاعي، بس ارسمه بالشكل دوت سيبي لاين. ده الكيرف بتاعي اهوت. طيب عايز ابدا اعمل سيلكت للكيرف دوت، فهاجي هنا اقول له سيلكت اليمنت موديل اليمنت اهوت، اعمل سيلكت على الكيرف دوت. خلاص ده بقى موجود والرقم بتاعه موجود اهوت. عايز اقول له الاليمنت ده يبقى كيرف، كيرف اليمنت اهوت، كيرف اليمنت اهوت. هاخد العنصر ده احطه هنا. طيب انا عايز ايه بقى من العنصر ده ظهر بقى عندي دلوقتي؟ اجي اقول له انا عايز كيرف بوينت اد بارامتر بالشكل دوت، وهقول له انا عايز احط البارامتر ده كيرف بوينت. هو حاطه لي هنا في 0 0، فانا هقول له انا عايز نمبر هقول له مثلا انا عايز ده بوينت 1. بوينت 1 يعني ايه؟ يعني هقسم شكل ال10 حتت واحطه في الحته دي. طيب لو قلت له واحد هيجيبها لي في الاخر خالص، طب لو قلت له عايزها 2 هيجيبها لي بره خالص. طيب هيقول له بوينت 5 هيجيبها لي في النص، تمام. طيب لو انا عايز احطها لي في اكتر من نقطه، هاجي هنا اقول له رينج. رينج بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج مني بدايه ونهايه وهتبقى كل قد ايه. طيب هقول له رينج اهوت، تمام. جابها لي اول واحده بس، هقول له الستارت بتاعي من بوينت 1. طب والاند؟ الاند خليه 1. طب الخطوات بتاعتي خليها بوينت 1. المفروض حسب اللي انا عامله يقسم لي الحته دي ل 10 حتت. طب ليه ما عملهاش؟ اه تعالى هنا كده في الرينج جابها لي لسته 10. طب هنا جابها لي واحده بس، يبقى انا هاجي ادوس هنا رايت كليك واختار ليسنج، هتلاقي عاملها لي اوتو شورتس ولا لونجست. اقول له لونجست، هيبدا فعلا يقسم لي الحته اهو ل 10 حتت. بدا ياخد كل حته من الليست ديت كلهم يحطهم هنا في الكيرف بوينت.